السودان قواتنا المسلحة. سيداتي وسادتي، من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. إبراهيم جابر يلتقي والي ولاية الخرطوم ويطمئن على عمليات صيانة كهرباء يحيى أم درمان القديمة. الدفاعات الأرضية بالنيل الأبيض تتصدى لمسيرات تابعة للميليشيا دون خسائر في الأرواح. الميليشيا تنبش قبور الموتى بالكنيسة القبطية بحثا عن الذهب. أهلا بكم. اطلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر على سير العمل في إعادة تأهيل وصيانة محطات الكهرباء والمياه التي دمرتها ميليشيا الدجل الإرهابية في المناطق التي تم تطهيرها من دنس الميليشيا بمدينة أم درمان القديمة. واطمأن جابر لدى لقائه والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة على إعادة صيانة محطات الكهرباء وعودة التيار الكهربائي في أحياء أم درمان القديمة. وتناول اللقاء خطط وبرامج إعمار الخرطوم. من جانبه أعلن والي ولاية الخرطوم عن وصول قطع الغيار وطلمبات المياه التي ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة. تقلنا اليوم السيد عضو مجلس السيادة سعادة الفريق ركن مهندس مستشار إبراهيم جابر لإفادته عما تم من تنفيذ لمخرجات زيارته لنا في الولاية الشهر الماضي، وهي خاصة بالبنى التحتية، في مقدمتها إعادة صيانة الكهرباء في أحياء أم درمان القديمة، والحمد لله تمت تنفيذ نسبة كبيرة من إعادة التيار الكهربائي لأحياء أم درمان القديمة، خاصة عودة محطة جرامفيلد التي تغذي بانت ومن ثم محطة مياه بيت المال، وأيضا التزم بتشغيل إعادة تشغيل محطة مياه بيت المال. والأسبوع الماضي تسلمنا الطرمبات التي تشغل المحطة، والحمد لله تم تركيبها وتشغل في اليومين القادمين. أشاد وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم بالكوادر الطبية التي ساهمت في استمرار واستقرار الخدمات الطبية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة أساسيات مفاصل الركبة ببورسودان. جاء ذلك خلال مخاطبته هذه الورشة والتي نظمها قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير عثمان دجنة ببورسودان. وأشار الوزير إلى أن استيعاب الاستشاريين في بعض الولايات ساهم في استقرار الخدمات الطبية وتوطينها. من جانبه ثمن الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية بروف أحمد فرح جهود اختصاصي جراحة العظام في توطين الخدمة بالولايات، مؤكدا استمرار عمليات التدريب والتأهيل للكوادر. امتدح وزير التجارة والتموين الفاتح البلة جهود ولاية الخرطوم في تحفيز المواطنين للعودة إلى ديارهم. جاء ذلك لدى لقائه ببورسودان ولولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بحضور أعضاء اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية. كما ثمن دورهم وأكد وزير التجارة استعداده لتوفير احتياجات المقاومة الشعبية ودعمه لبرنامج فرحة عيد الأضحى. ومن جانبه كشف والي الخرطوم أن الزيارة تأتي في إطار التواصل مع الحكومة الاتحادية وإطلاعها بالأوضاع العملياتية والإنسانية. التقى والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور التقى بوالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، وتناول اللقاء جهود حكومة ولاية الخرطوم لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وصمودها خلال فترة الحرب. من جانبه أشاد والي الخرطوم بجهود حكومة ولاية البحر الأحمر في استضافة عدد مقدر من الوافدين جراء الحرب من الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب، فيما أشاد والي البحر الأحمر بأداء حكومة ولاية الخرطوم معلنا استعداده وتعاون ولايته لإعادة ما دمرته الحرب بالخرطوم.
تفقد والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بميناء بور السودان تفقد باصات النقل والمواصلات التابعة لولاية الخرطوم والتي تم استيرادها من الخارج، ووجه الوالي بالإسراع في استكمال إجراءات تخليص الباصات لتسهم في تسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة الولاية لاستيراد الباصات ذات السعات الكبيرة. الجيش السوداني ده ما البرهان، انا امشي وغيري يمشي، لكن الجيش ده قاعد. رمزية القوات المسلحة دي موجودة وقاعدة وكلنا يجب ان ندافع عنها. في ناس بيظنوا ان البرهان لو مشى الجيش السوداني انتهى، انا بقول لهم انتوا واهمين. انا اسفي امشي اروح، لكن الجيش ده قاعد وماسك في عقيدته وماسك في بلده وماسك في وطنه، ما في حاجة بتغيره ولا في شيء بخليه يرجع لورا. أهلا بكم. وجد القرار الذي قضى بإجازة تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة ترحيبا واسعا من المواطنين والتجار والقانونيين، مشيرين إلى أن إجازة القانون تمكن الجهاز من ضبط المضاربات في العملات الأجنبية والتزوير والتهريب وكل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومي. شكر الله سبحانه وتعالى على عودة أخواننا في جهاز الأمن، عودة محمودة وأسلجت صدور كل المواطنين السودانيين صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق القادة وولاة أمورنا دائما على الاختيار الصائب. نحن كتجار عانينا من الفراغ بتاع غياب جهاز الأمن، لأنه يعني حصل لنا تضارب كبير في العملة. يعني أول ما صدر القرار يعني أصبح النزول تدريجيا، وهذا القرار لقد أسلج صدورنا، وفعلا محتاجين لهذا نوع من الغرابة، لأن الاقتصاد مهم مهم جدا لحياة أي إنسان مهم. نحن بنشوف الحاصل عندنا شنو، وما عندنا استعداد لو ما في أمن لأي شغل جديد. ما حنقدر نعمل أي شغل جديد، لأنه نحن كشركات وكده بنكون يعني عدم الأمن ده ما بنقدر نشتغل في ظله. يعني مضاربات، وبعدين شنو الليلة أنا داير أشتري السعر بيزيد، بكرة تاجر تاني داير أشتري السعر بيزيد. لكن لما يكون في جهاز أمن قوي، يكون سياسته مع بنك السودان، الليلة دي الموردين بديهم من حصائل الصادر وبدينا تمويل وكذا، نحن بنقدر نشتغل. لكن عشان أنا أشتري من السوق ودي أشتري من السوق يبقى دي فوضى. يعني جهاز الأمن ده دوره فعال جدا بالنسبة لنا، لأنه بيحمينا إحنا في الأول، نحن بنقدر نشتغل تحت ظله يعني، لكن غير كده ما بنقدر نشتغل والله. والله يعني احنا موضوع الدولار ده مؤثر معانا شديد جدا جدا، والله نتمنى يكون في رغبه على الموضوع بتاع الزيادات دي، دارين الاسعار دي على الاقل تتوحد كويس معاك، عشان يمكن المورد ده يبيع لنا بسعر غالي هنا، يكون عنده صديقه في صيدليه ثانيه يبيع له بسعر ارخص، فهو ذاته بتاع الصيدليه ده يبيع بسعر ارخص، هيحتكر البيشنس كلهم عليه هناك العيانين. احنا جاي ما حنقدر نتعامل، فكله بس عشان هو عنده غصه في الموضوع ده. احنا دارين الاسعار تتوحد كويس معاك، دارين الاسعار دي تكون مناسبه على الاقل. ما ممكن ان احنا في دواء، في ناس بيقول لك جايبين دواء من عبره، عبره بكون رخيص في مدني رخيص، هنا بيجوا بيلقوا عندنا بسعر خرافي الضعف عديل، بيقول لك ليه يا زول زايده البتاع ده في عبره ما رخيص. معاويه مدني احمد، خبير في المجال الأمني وخبير قانوني. حقيقة إن إحنا يعني سعدنا أيما سعادة بموضوع التعديلات اللي حصلت على قانون المخابرات العامة، ونحن حقيقة الحرب إن إحنا حقيقة حاليا الناس داخلين في حرب الكرامة، حقيقة استهدفت استهداف كامل لكل يعني 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 مرتكزات الدولة من نواحي اقتصادية ومن نواحي إعلامية ومن نواحي اجتماعية واقتصادية. فوجود القانون حقيقة بيعطي الجهاز كامل صلاحياته في وضع الرغابة على السياسات الاقتصادية. نحن بنفتكر انه قانون جهاز الأمن الوطني بسمته الجديدة هو قانون يحمي المجتمع، الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي،
ويرسخ لقيم العدالة ويغطي بعض نصوص القانون الجنائي بصورة جيدة. وبنفتكر انه قانون الامن الوطني يتيح لكثير من الناس من عودة الحياة الآمنة المطمئنة. نفتكر انه القرار الذي اتخذته يعني الحكومة مؤخرا بمنح مزيد من الصلاحيات للإخوة في جهاز المخابرات العامة فالقرار مهم جدا في مرحلة مهمة جدا لضبط الاقتصاد وحركة الاقتصاد ومحاربة التهريب والمتلاعبين بالاقتصاد بتاع البلد. وحقيقة يمكن تعلموا تماما انه يعني البلد الآن تتعرض لهجمة شرسة يعني في كل النواحي. وقف وفد الكنيسة القبطية على حجم الأضرار التي طالت كنيسة مار جرجس والمؤسسات التابعة لها من قبل ميليشيا الدجل الإرهابية، حيث لم تتورع الميليشيا في نبش القبور بحثا عن الذهب والمقتنيات مع الأموات. وصف الراهب القسي وحن الانطواني بعيد مشاهدتي للنبش الذي تعرض له قبل راهب كنيسة مارمينيا بحي المظاهر من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وصف الميليشيا بعديمة الأخلاق والدين، وأضاف إنهم يعتقدون بوجود الذهب في هذه المقابر مشيدا بالقوات المسلحة وتماسك أهل السودان. ده هنا المزار بتاع المتنيح الأنبا ستيفانوس مطران أم درمان السابق وعبر وشمال السودان، وهم افتكروا هنا في المزار إنه في ذهب، فعشان كده خربوا المكان هنا بحيث يفتشوا على الذهب والكلام دي اللي هم ما عملوا أي اعتبار للمقدسات بتاعت المسيحيين أو كده، أو وعملوا المنظر اللي احنا شايفينه بالمنظر دي، وربنا يجازيهم عن أعمالهم، يعني ربنا يرجع لهم عقولهم ويهديهم كده للصواب والعمل الخير إن شاء الله يا رب. والمقابر برضو الخارج الكنيسة برضو اتعرضت لضرب وحفر زي كده بسبب البحث عن الذهب، انهم فاكرين انه يوجد بها الذهب وهي ما فيها اي شيء غير اموات وكرامة الميت انه بيكون ما يكشفوا القبر بتاعه كده. اعضاء وفد الكنيسة القبطية وفي طوافهم على اعيان الكنيسة وجدوا ان مدرسة التوفيق القبطية تحولت الى مخزن للسلاح والذخيرة من قبل التمرد، وشاهدوا الدمار الذي حل بمركز دانيال لغسيل الكلى. كانت العمارة دي باسم الانبا دانيال المتميح بتاع مطران الخرطوم، سماها بعمارة الانبا دانيال وحولها دلوقتي لمبنى لغسيل الكلى باجهزة متطورة جدا لجميع الشعب السوداني الموجود في حي المسالمة وحي المظاهر وكل الأحياء المحاوطة للمستشفى بتاعت غسيل الكلى، صممها الأنبا سرابامون. وقد شملت الجولة كل من كنيسة مار جرجس وكنيسة مارمينيا ومدرسة التوفيق ومستشفى دانيال الكلى، حيث نددوا بالانتهاكات التي لحقت بالمؤسسات الكنسية وملحقاتها من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة. مدرسة التوفيق القبطية أحد الفصول يتحول لمخزن من الغزائف والدانات للدعم السريع او ميليشيا الدعم السريع الاصح انه نقول ميليشيا الدعم السريع. انا واحد من الناس اسمه مرقص عاطف جرجس، ده قبر اخوي اسمه يوحنا عاطف جرجس، حتى القبر بتاع اخوي ما سنين في الحرب، القبور دي كلها مفتحه، هياكل عظميه ظاهره، قبور زي دي كلها مكسرة مدمرة، وهذا الدعم السريع متمردة تكين انه فيها ذهب، لكن دي حرمة بتاع الزول ميت. طبعا دي حاجة صعبة جدا، ولكن احنا ما بنقدر نقول بل تكتب كده وحاجة زي دي، احنا بنقول ايه يعني كل شيء تعمل مال الخير الذين يحبون الله، احتمال يمكن غض ربنا السودان يتغير لأحسن لعودة أحسن يعني، فربنا بنشكر ربنا الكثير يعني يقف مع القوات المصلة والسودانيين، وإن شاء الله يعني الناس اللي ابتدوا تخريب يعني ما عارفين احنا نقول شنو، كان احنا كمسيحيين ما بنقدر نقول حاجة يعني سيئة بالنسبة للناس زي دي، لأنهم كان بيعرف ربنا كانوا هم عمر كلام زي ده. وتأكيدا لوقوفه مع الشعب السوداني وجيشه، عقد وفد الكنيسة القبطية اجتماعا موسعا مع اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، وذلك لتنسيق الجهود للدفاع عن عزة السوداني وكرامته وترابه.
لتلفزيون السودان مستور اسماعيل مكتب الخرطوم. كشف رئيس لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن وصول شحنات أدوية لمستشفى ود أبو صالح بشرق النيل ومستشفى مضومبان ومركز صحة أبو قرون. وكشف دكتور محمد إبراهيم عن جهود للتواصل مع معظم المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمحليات الولاية السبعة في إطار مساعي اللجنة لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين، مشيدا بدور العاملين في الحقل الصحي. بحث المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الوزير المكلف صديق حسن فريني خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد الله يوسف هارون كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المتواجدين بمنطقة الشجرة بالخرطوم بحضور مفوض مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم. وأكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم التزام المحلية بتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين الوافدين إلى محلية كدري والمتواجدين في الخرطوم. هنا بأخونا مفوض الأمن الغذائي والأمن الإنساني بمكتبه، ولحسن الحظ وجدنا أخونا وزير التنمية والتقينا معه وناقشنا معه بعض المسائل التي تخص مواطني محلية الخرطوم المتواجدين بمحلية كرفي، ودلفنا برضو إلى أخواننا الموجودين في الشجرة، وإن شاء الله يعني هقوم بزيارة للشجرة. أشاد ممثل المدير التنفيذي لمحلية كرري العميد معاش الطيب الأمير الكباشي بجهود المقاومة الشعبية ودور الشباب في دعم وإسناد القوات المسلحة، وذلك لدى مخاطبته مستنفري معسكر الشهيد عميد هشام محمد خوجلي بخور عمر. من جانبه ندد المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بانتهاكات الميليشيا الإرهابية وممارساتها ضد الشعب السوداني، مشيرا إلى قدرة القوات المسلحة والمستنفرين على دحر التمرد. وانتوا الان في صفة الشباب، وصفة الشباب معناها الان احنا ننتظر منكم تحقيق النصر ان شاء الله، وده اثناء تحقيق النصر بعد تدريبكم بكل الاشياء بتدفعكم عشان تحقيق النصر. الان تكلم اخونا قبل شويه قال لكم انتوا ان شاء الله تمشوا تقودوا حتى المسيرات ان شاء الله، ربنا يحقق لكم التدريب الكامل والتاهيل، ونحن بالمعنويات العاليه دي بترفع معنويات الناس ان شاء الله. لذلك احنا ان شاء الله النصر قريب يتحقق يا جماعه، ما دام الشباب هم الان متقدمين والصف الان متقدمه ان شاء الله يتحقق النصر. اول حاجه انتم انا بعتبركم خيار من خيار حقيقه، انكم انتم صفوه الشباب اللي هم انبروا للدفاع عن طيب خاطر وطواعيه للوقوف لحمايه الوطن. يا اخواننا هؤلاء القبيحين الاوباش عملوا عمايل يعني تستفز، يعني حتى في الفاجر هسه معركة الفاجر الأخيرة دي نساء كلهم حملن السلاح قاتل كتفا إلى كتف مع الرجال لأن العمل هو ماشي هين. جماهير شعبنا الأبي فلنشارك في نفرة المقاومة الشعبية. شعبك يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصور. من أجل استرداد كرامة البلاد وعزتها كسب جراحنا رمز كفاحنا ضد الغاطب المستهتر. يا بلادي يا بلادي، المقاومة الشعبية طريقنا للنصر المؤزم. تصبح جار للأحرار ينعم فيك شعب الأسمر. يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصور. أهلا بكم. تصدت الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بولاية النيل الأبيض
لهجوم غادر للميليشيا شنته بثلاث مسيرات انتحارية استهدفت مستودع نيل الوقود بكوستي الخاص بمخزون وقود الموسم الزراعي الصيفي دون وقوع خسائر في الأرواح. وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا طارئا برئاسة والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله، ناقشت من خلاله تداعيات الهجوم والتدابير اللازمة تجاه تأمين الولاية من هجمات ميليشيا الدقلو الإرهابية. الحمد لله تصدت دفاعاتنا الأرضية صباح اليوم الجمعة 17 مايو 2024 للهجوم القادر من ميليشيا الدعم السريع المتمردة على مستودع النيل للوقود، أحد المواقع المدنية الحيوية التي تحوي مخزون الوقود للموسم الزراعي الصيفي بالولاية، وذلك التضييق على المواطنين وتسبيب الهلع والخوف كالنهج للميليشيا المتبع ضد المواطنين في تخريب المرافق والأعياد المدنية. وكان الهجوم للميليشيا بعدد 3 مسيرات انتحارية أسقطت الدفاعات الأرضية 2 منها وسقوط 1 مسبب تلف محدود، ولا توجد خسائر في الأرواح الحمد لله. يأتي هذا الهجوم كرد فعل لهزائمهم في منطقة الأعوج بشمال الولاية وتكبدهم خسائر في الأرواح والآليات. نطمئن المواطنين بأن الولاية عصية على التمرد، وأن كل الأجهزة الأمنية في يقظة وتنسيق كامل لحماية الأرض والعرض، ونهيب المواطنين الحيطة والحذر من أعوان الميليشيا المتمردة المندسين بالقرى والأحياء والتبريق الفوري لأقرب وحدة من الأجهزة الأمنية. نسأل الله أن يعم الأمن والأمان كل ربوع البلاد، والنصر للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، والخزي والعار للعدو الغادر. لدى مخاطبته المصلين بمدينة كوستي، دعا والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله دعا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى مروجي الشائعات، وقال إن الولاية آمنة بفضل يقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة. فالقدر في التاثر بالبلد وإحداث القوة حسن المواطنين أغازين الناس تقوم خلاص كوستي ما آمن، الولاية ما آمنة، ويقوم الناس يخرجوا ويلقى العدو فرصة إضعاف الناس، وبالتالي يمكن في أي لحظة عشان يجي يخش الملك. ويمكن الحركة دي أخواننا تمت لأنه القوات المسلحة قيادة الفرقة 18 قامت بأعمال عسكرية في وسط الأعوج وكبدت هذا العدو خسائر كبيرة جدا في الأرواح وفي العداد والعربات، والمسألة دي كانت بالنسبة اليوم يعني هزيمة كبيرة جدا. لدى مخاطبته مواطني محلية الريف الشرقي، حي والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم مجاهدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة الكرامة، وأكد الوالي حرص حكومته على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والاهتمام بالخدمات الأساسية. زيارة والي جنوب كردفان وأعضاء لجنة أمن الولاية والجهاز التنفيذي إلى منطقة البرداب بمحلية الريف الشرقي جاءت بقرض تفقد أوضاع المواطنين وافتتاح مركز الشرطة والوقوف على الأرض المخصصة لإنتاج التقاوى، بجانب افتتاح محطات مياه الشرب العاملة بالطاقة الشمسية. الآن يا جماعة الناس بتعمل في معركة الكرامة بشرف وجد وأمانة، نحن نحييهم. والآن الناس يا جماعة في جوبا شغالين، وإن شاء الله يومين ثلاثة حيوقعوا على هذا الاتفاق بعم السلام وبتصل المساعدات والإعانات. شكر خاص أهلنا في البرداب إنه استقطعتوا جزء من أراضيكم مساحة كبيرة جدا وأديتونا لها كحكومة ولاية عشان نوطن فيها التقاوى. أخونا مدير الشرطة الموجود الآن حيوفر لكم قوة، وأخونا قائد الفرقة برضو وعد حتكون في قوة إضافية موجودة بالإضافة للقوة بتاعة حماية الموسم الزراعي. منطقة البرداب إحدى مناطق الريف الشرقي بولاية جنوب كردفان، تحدى أهلها ظروف الحرب بإصرارهم على البقاء في المنطقة، والسلطات المحلية ناشدت النازحين بالعودة والاستعداد للموسم الزراعي. ونناشد الآن من هذا المنبر كل إخواننا الذين نزحوا أن يعودوا إلى قراهم وإلى بيوتهم، والآن أسى الناس موجودين، نحن نستطيع انه نفلح اراضينا دي وننتج عشان ندي الناس الاخرين. جلسنا مع اخواننا في مفاوضة العون الانساني ومفاوضة العودة الطوية ومفاوضة الهجرة الدولية، ورتبنا امكن في هذا المجال، وان شاء الله في قريب العاجل
سنرى النور في عودة الناجحين من محلية كادوغري إلى محلية الريف الشرقي. المواطنون بالمنطقة وقيادات الإدارة الأهلية عبروا عن سعادتهم بالزيارة مجددين وقفتهم مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى لتحقيق الاستقرار. عدد 3 آبار مكهربة بالطائرة الشمسية بخط ناقل لمنطقة الشعير، وفي بير تخصص لصالح قرية البرداب، وتم افتتاح نقطة شرطة البرداب التي قمنا بتشييدها بجهد خاص من الإدارة الأهلية والمجتمع الموجود. قد كان للرعاة القدح المعلى من أهلنا الرواوقة والمسيرية في التبرع لصالح دعم القوات المسلحة في نصرهم المؤزر في الكويك والطقاطع. قضايا تأمين الموسم الزراعي وتوفير الخدمات الأساسية ومطلوبات العودة الطوعية من أهم أجندة وتعهدات الوالي وحكومته في زيارتهم للمنطقة. آدم سالم، تلفزيون السودان، ولاية جنوب كردفان، منطقة البرداب، شمالي مدينة كدوي. شهد والي سنار المكلف توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية النفرة الرياضية التي نظمها مركز شباب أبو حجار دعما وإسنادا للقوات المسلحة، وأكد الوالي اهتمام حكومته بالرياضة ودعم مراكز الشباب بالولاية. في إطار دعم وإسناد القوات المسلحة، نظم مركز شباب أبو حجار بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة نفرة شبابية في مجال الكرة الطائرة عبر مباراة جمعت بين فريق النهضة سنجة وشباب أبو حجار، فضلا عن إقامة كورس التدريب والتحكيم في مجال الكرة الطائرة بتشريف والي سنار توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية. يعني عايزين عن الشكر كل الشكر لشباب مدينة أبو حجار أو محلية أبو حجار عامة. أنا داير أقول في مجال الرياضة يا أخواننا عندنا قاعدة إنه الرياضة أعطيها أولا ثم انتظر، يعني في الرياضة بتعطي أول بعد ذلك انتظر الشيء اللي بيجيك أو عائدك من الرياضة. نحن نشكر شباب وحجار في أنهم بادروا بإقامة هذه الدورة أو هذه الاحتفالية، وهي دورة تدريبية في مجال تحكيم وتدريب الكرة الطائرة. كما أكد المدير التنفيذي لمحلية أبو حجار المسلمي أحمد اهتمام محليته بالرياضة خاصة الكرة الطائرة والتي تتفوق فيها ولاية سنار. فنحن الرياضة أيضا من همومنا، والحمد لله بدينا وسوف ننطلق وننداح على كافة الوحدات الإدارية ومنها إلى المحليات الأخرى منافسة شريفة وتطويرا لهذه اللعبة. والسنة توفيق محمد علي أكد اهتمامه بالشباب ودعم مراكزه. أنا وزير الشباب بنمشي معاكم لقدام، لكن موضوع السجل، موضوع مركز الشباب، موضوع البداء، أنا مركز الشباب ده أديكم قنبلة أكبر من كده، أتبناه تبنوا مباشر إن شاء الله. هذا وقد تم تكريم الفرق المشاركة في الدورة الرياضية التي جاءت تقليدا للشهداء المحلية في معركة الكرامة وقدام الرياضيين والحكام. هذه إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، محلية أبو حجار. أشاد والي كسل بالإنابة أمين عام حكومة الولاية علي أبو فاطمة كرار بإنجازات إدارة المباحث الجنائية في بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، مؤكدا استعداد حكومة الولاية لتوفير معينات العمل التي تمكن الشرطة من أداء عملها بمهنية وكفاءة. عيلا للإجراءات الاحترازية منعا وكشفا للجرائم بكافة أشكالها وأنواعها، تمكنت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية كسلة من ضبط العديد من المسروقات التي دونت بموجبها بلاغات في أقسام الشرطة. ولكسل بالإنابة علي أبو فاطمة كرار أمين عام حكومة الولاية وقف على هذا الإنجاز وأشاد به. نحييكم ونشكركم لأنكم قمتم بالواجب على أكمل وجه. التغارير الآن بدأت ترد بأن السوق بقى آمن بفضل الجهود اللي بذلتوها أنتم. ما اكتفيتوا كما نوروا الإخوة القادة بسوق المدينة، وإنما امتد نشاطكم بالملاحقة والمتابعة حتى للأحياء. الأمن زي ما ذكروا الإخوة، الأمن بتاع المواطن أولوية على كل برامج حكومة الولاية، وإنتوا أساس
في هذا الجانب. رئيس لجنة الطوارئ بولاية كسالى دكتور خضر رمضان مدير عام وزارة الإنتاج بالولاية أشار إلى أن هذه الإجراءات تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وأعلن عن دعم شرطة المباحث بتوفير المعينات اللازمة لأداء واجباتها. لما تكونوا انتم منتشرين وشغالين شغل زي ده يعني بتطمنونا وبتبسوا الطمأنينة في نفوس المواطنين. أنا حقيقة بإذن الله تعالى سندعمكم بوسائل حركة من وزارتي. أنا وكلمني أخونا السيد وراني أخونا السيد الوالي إن شاء الله عندنا دفار بيجي هيشتغل معكم، ومتى محتجتوا لأي عربية بنديكم وقود في أي لحظة. ما تقيفوا بحجة أصلا ما تقيفوا بحجة إنه ما عندكم إمكانيات، إمكانياتنا مسخرة لكم أنتم. مدير شرطة ولاية كسلا بالإنابة عميد شرطة إبراهيم عبد الله محمد طاهر أكد أن ولاية كسلا ستظل آمنة ومطمئنة بفضل جهود منسوبي إدارة المباحث الجنائية لمحاربة الجريمة في شتى محليات الولاية. لتحميس أخواننا هنا وشد من أزرهم في المباحث العمل الكبير قام به، وسمعنا أشياء تنورها في الوسائط والشيء الموجودناه في السوق. حقيقة أخواننا متواجدين، هم ما كان غياب، ولكن استذكروا فذكروا بعد قاموا بجهد كبير وضفيات كبيرة ذكرها برغام أخواننا العقيد أبو زر وأخونا المقدم ياسر. نحن إن شاء الله شرطة الولاية هنا نقول إن شاء الله يعني كسل آمن مطمئن إن شاء الله. مدير إدارة المباحث الجنائية بولاية كسلا عقيد شرطة أبو زر الحسين تحدث بلغة الأرقام مؤكدا جاهزية أفراده لتقديم كل التضحيات حماية للمواطنين ونشرا للأمن في ربوع الولاية. أثرت أنه ضبطنا 27 نشال، برضو 87 تلفون مشتبه أنه مسروق، وسبعة مواتر برضو يشتبه أنها مسروقة. برضو قبضنا مبارح 4 مواتر في عصابة في منطقة الفيافي، وكان التشليع بيشلعوا بيجيبوا الموتر بيشلعوه، الموتر الأخير لسه ما شلعوه. الإنجازات التي ظلت تقدمها إدارة المباحث الجنائية بضبط المجرمين واسترداد المسروقات تعزز ثقة المواطنين في منسوب الشرطة بكافة إداراتهم. عمر هاطي، التلفزيون السودان، ولاية كسالى. اختتم الاجتماع الدوري لأمناء الزكاة بالولايات ومديري الإدارات العامة الذي انعقد بولاية كسلة، وناقش الاجتماع تقرير الأداء للعام 2023 وخطط العام 2024 بجانب تقرير الربع الأول من العام الحالي وبرنامج شهر رمضان المبارك الذي نفذه ديوان الزكاة. هذا الملتقى الحمد لله طلع بقرارات وتكاليف هي إن شاء الله تم تسليمها للأخوة أمناء الزكاة لتطبيقها حتى يصبح العام إن شاء الله يصير بالصورة الممتازة. وده دائما درج ديوان الزكاة على مثل إقامة هذه الملتقيات للتصحيح والتصويب والتقويم والتقييم لأداء ديوان الزكاة في كل 3 شهور. أهلا بكم. عقدت لجنة غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة اجتماعها الأول برئاسة وزير البنى التحتية المهندس أبو بكر عبد الله محمد والمدير التنفيذي لمحلية المناقل عثمان يوسف أحمد الحاج ومدير جهاز المخابرات العامة بالمحلية ومدير شرطة الدفاع المدني ومهندسي الري والهلال الأحمر والسلطات الصحية. وقدم وزير البنى التحتية شرحا تفصيليا عن أهمية تطهير المصارف استعدادا لفصل الخريف، مشيرا إلى اهتمام حكومة الولاية بقضايا المواطنين في كافة المجالات الحياتية، فيما ثمن المدير التنفيذي للمحلية دور وزارة الري والصحة والهلال الأحمر السوداني في درء أثار السيول، وأمن الاجتماع على كافة مقترحات وتوصيات لجنة غرفة طوارئ الخريف. ما ركز على ضرورة العمل والبدء المبكر للاستعدادات المبكرة لمجاراة خريف هذا العام، ووضع التحوطات اللازمة لتحسب الموسم الخريف. يمكن حقيقة الاجتماع ركز تركيز كامل على أن كل الإدارات المتخصصة تقوم بمد الغرفة بخطط عاجلة توضح فيها الأولويات الهامة والتكلفة المالية لإنفاذ الخطة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من الناحية الأمنية والموارد المحدودة.
شهد والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير شهد ختام الدورة التدريبية التثقيفية حول كيفية الحد من وباء الكوليرا الذي نظمته منظمة اليونيسيف بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر، واستهدفت الدورة الشباب والشابات الناجين من الحرب، وأشاد الوالي بدور المنظمات العالمية والمحلية في اهتمامها بمعسكرات المتأثرين بالحرب ورفع قدرات الشباب. العمل اللي بنعمله اخواننا في الهلال الاحمر عمل كبير. والتكريم بالنسبه لبناتي وابنائي الناجين من الحرب نحن ما نقول واثقين لانه السودان ده كله الحرب عشان كده بنقول الناجين من الحرب وجونا هنا نحن نشوف شو حدقات العيون. هذا هو بيتنا الهلال الاحمر العمل الطوعي في شتى الكوارث والمصائب والمهاب التي تحيك بأي بلد هو موجود فيها. شاركت مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي المكلف ممثل المدير العام لقوات الشرطة العميد شرطة مفيد محمد سليمان في الاجتماع العاشر فوق العادة لمديري الشرطة في إقليم الأيابكو عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وناقش الاجتماع المقترح الخاص بمذكرة التفاهم بين منظمة الأيابكو ووزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية والجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم سرقة المركبات وتزوير المستندات، إضافة إلى قبض وتفتيش الأشخاص الهاربين من العدالة. الاجتماع ده هو اجتماع عاشر فوق العادة، وناقش عمليات ميدانية. العمليات الميدانية اللي هي أو سلامة، معروفة بأو سلامة، وكان بيناقش فيها ميزانيات وأنشطة. وعمليات أو سلامة بتقوم هي محاربة في الجرائم المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وفيها برضو بتحارب التزوير المستندات وبتحارب أو بتقوم على قبض أو تفتيش الأشخاص الهاربين من العدالة. شارك المدير العام لشركة السودان القابضة للكهرباء المهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي في أعمال الدورة 17 لملتقى الطاقة الألماني الإفريقي والذي تنظمه جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية، وشهد الملتقى لقاءات ثنائية لوفد السودان مع شركات ألمانية تعمل في مجال الطاقة، وتم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باستئناف التعاون بين السودان وشركة سيمنز للطاقة لتكملة المشاريع الجارية وعلى رأسها مشروع بورت سودان ومشاريع الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بأبرز العناوين. إبراهيم جابر يلتقي والي الخرطوم ويطمئن على عمليات صيانة كهرباء يحيى أم درمان القديمة. الدفاعات الأرضية بالنيل الأبيض تتصدى لمسيرات تابعة للميليشيا دون خسائر في الأرواح. الميليشيا تنبش قبور الموتى بالكنيسة القبطية بحثا عن الذهب. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.